من المواطنين تقرب المصلحة حقن الدم للتبرع بالدم، لأنه رانا نعاني وعجز كبير حاليا منذ ظهور فيروس كورونا. اجتمعت فيه كل أطياف المجتمع في ولاية ورقلة، من جمعيات، من تنظيمات، من نشاطة جمعويين، لسبب واحد وهو التبرع بالدم، لأن الولاية مستشفيات الولاية في حاجة ماسة لها. الوضعية الحالية تطلب من المجتمع كامل والشعب كامل يشارك في عملية التبرع بالدم، لأن البنك المستشفى راه يعني تقريبا منعدم منه الدم. هذه المبادرة تأتي في وقت ربما صعب جدا، خاصة مع الحساسية الصحية في هذه الأيام، ونظرا لضرورة وجود تباعد اجتماعي، كذلك حساسية التواجد بالمستشفيات، إلا أنه أطياف مجتمع مدني كان لها وعي كبير من حيث محاولة إقناع المتبرع. اليوم يعني في حملة يعني الواجب الإنساني الذي هو مفروض على كل إنسان، كاين مرضى يعني محتاجين إلى دم وإلى تبرع، ولذلك نتمنى كل إنسان يعني في بيت ولا كان مريح خاصة في